أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد هيديكي إيتو سفير اليابان لدى البحرين بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالة إمبراطور اليابان، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة والمدعوين. وقد نقل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة تهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى جلالة إمبراطور اليابان بهذه المناسبة، وتمنيات سموه له بوفور الصحة والسعادة ولشعب اليابان الصديق بدوام الرفعة والتقدم. وأكد سموه أن العلاقات بين مملكة البحرين واليابان الصديقة تتميز بقوتها وتنوع مجالاتها في ظل ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين من روابط تفاهم واحترام متبادل، منوها سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة على توطيد عرى التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من ناحيته أشاد سفير الياباني لدى مملكة البحرين بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على صعيد تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيدا بما يربط بين البلدين من علاقات تعاون وصداقة وثيقة وحرص متبادل على توسيع أطر التعاون والارتقاء بها في مختلف القطاعات.